بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متتبعي موقع داخلة بلوس، واللي نشكره على هذه الالتفاتة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. منها أبان عن قدرات الكثير من النساء العاملات الفاعلات الرائدات، وشكرا الحقيقة. بداية اللي نعرفكم بنفسي، أنا العالية حميميد من مواليد مدينة العيون، درست الابتدائي بمدينة العيون بمدرسة طارق بن زياد. الحمد لله كنت من ضمن التلاميذ المتفوقين ابتدائيا. الإعدادي درستهم بالداخلة، إعدادية الحسن الثاني، والثانوي كذلك ثانوية الحسن الثاني. مصاري في التعليم قد نقول عنه مثلا ما هم توافقي، غير الحمد لله توفقت فيه. كنت علوم تجريبية، الجامعة إجازة في الاقتصاد، ودرك الحمد لله في الإعلام. متزوجة وأم لبنتين أمل ومودة، الله يخليهم إن شاء الله ويخليهم لهم يا ربي. الحمد لله استطعت بالعمل داخل الميدان، ممارسة اليومية، الاحتكاك، الحمد لله عني توفق في هذا المجال. بالنسبة للعملي، العمل الحقيقة هي مهنة المتاعب، ما نقدر نقول عنها سهلة مثلا والله بسيطة والله، بالعكس. بالنسبة لعملي الآن هي الحقيقة مهنة المتاعب، غير الحمد لله بالدورات التكوينية اللي اكتسبت منها من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك خارج نطاق العمل استفدت من دورات تكوينية كثيرة كونتنا الحقيقة، أهلتنا عننا نشتغلوا بالميدان، عننا نحتكوا، وعننا نقدموا، نحاولوا عننا نقدموا الوسائط الإخبارية اللي تتماشى مثلا مع اللي قد يفهمها المواطن بلغة بسيطة، تحاول عنك توصل يا إما معاناة يا إما فرح يا إما تغطيات قاعة رسمية. اشتغلت في ياسر من التغطيات الرسمية، فيها وفود وزارية، فيها وفود أجنبية، فيها ممثلين للأمم المتحدة. اشتغلت أيضا على 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 تغطيات الأنشطة الملكية كذلك هم بالداخلة، والحمد لله الحمد لله. هي الحقيقة مهنة المتاعب بالنسبة للحياة الشخصية، من خلق من الناس اللي يقول لك ما تنجح حياتك العملية إلا على حساب حياة الشخصية، بالعكس يمكن للمرأة عنها هي فيها الحقيقة معاناة، يمكن للمرأة عنها تتوفق وتوافق بين العمل وبين حياة الشخصية. المرأة الإعلامية كان لابد من أن تكون الحقيقة، هي تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع. أعطاها مولانا صفة وأعطاها زرع فيها حنان، توصل هي الصورة أكثر. استسمح مثلا عني ما نقول أكثر من الرجال، يا غير توصلها بعاطفة مثلا، تعكس دور الحقيقي الذي تلعبه المرأة بالمجتمع، وتعكس والقيمة قيمة داخل التي تلعبها داخل المجتمع. بما أن الصلاة عماد الدين، فالمرأة يمكن أن نقول عنها هي عماد المجتمع. بالنسبة هذا اليوم العالمي للمرأة، هو الحقيقة هي المرأة يجب أن تكون كل الأيام أعياد بالنسبة لها، خاصة إحنا المرأة الصحراوية الحمد لله اللي تجبر في المجتمع كل التقدير، واللي حاولت أن تخوض غمار الحياة من كل جوانبها، واستطعت أن تتوفق الحمد لله في العمل السياسي، في على جميع الأصعدة قاع. بما أن أقول السياسي لأنه من أصعب المتاعب هذا العمل السياسي،
وبجميع الأصعدة، المستشفيات، التعليم، أي شيء ركز عليه المجتمع الحمد لله نجبره على المرأة الصحراوية حاضرة. لا يسعني إلا أن أتمنى لكل نساء العالم المزيد من التألق والنجاح والكفاح، وأدعوهن أيضا إلى الكفاح، الكفاح من أجل نيل كل حقوقهن. وفي الأخير وبمناسبة هذا اليوم العالمي للمرأة، أتمنى لكل نساء العالم المزيد من التألق والنجاح والازدهار.